اتحاد شباب هذايا باش يحارب باش يحارب باش ما عادش نرجعوا 23 سنه اخرين تهميش 23 سنه اخرى ما عادش يفرحوا بها. الشاب التونسي توا باش يوري اللي هو قوه اقتراح. حقيقه تعجز بعض الكلمات عن التعبير والحال اني راه شباب من كل جهات معناها تكبدوا العناء من اجل ان نحقوا حلم ابتدا منذ سنتين بدا يبدرنا في اذهاننا وكانت اول مبادره في كليه الحقوق بتونس بتاريخ 22 مارس 2011 عندما صرخنا وقلنا راهو يزيهم الكذب على الشعب راهو ما ثماش ثوره ثم انتفاضه ثم انتفاضه كان وقودها الشباب ولكن شيوخنا ابوا مره اخرى الا ان ينقذوا على هذه الانتفاضه. انا نعتبرها انتفاضه مقدوره. اليوم بعد سنتين يواصل السياسه نتاعنا نقول السياسه بكلا الاطراف سواء الحاكمه او المعارضه. اليوم السياسه نتاعنا في واد واقع شعبنا في واد. اليوم السياسه نتاعنا في واد والبلاد في واد. اليوم احنا يدينا على قلوبنا خايفين على مستقبلنا اللي احنا معنيين به كشباب تو خايفين على مستقبل اولادنا. بعض ساعات تمشي في الشارع تسال واحد صاحبك يقول لك والله ماذا بيه ما يجيبش صغير عباد خايفه خايف ليجي ولده ما يعرفش شنو يصير يستنى فيه. الفكره هذه او الواقع هذا اجبرنا اليوم ان نتوقفوا ونتسالوا ماذا نريد عن اي تونس نتحدث وعن اي واقع نتحدث. احنا لا نطلب منكم انتم تحبوا بعضكم وهي مع بعضنا ونتسامحوا ونحبوا بعضنا من الولايات الكل، ليس هذا المطلوب. ليس هذا في بناء المنظمة هذه ليس هذا المطلوب. المطلوب هو بناء بديل حقيقي اقتصادي واجتماعي. المطلوب هو بناء مجتمع حقيقي جديد. انا جديد لا يوجد من يقدر نحب نقول لكم حاجة وهذا رأيي الشخصي. ما صارتش ثورة في تونس ما يكذبوش عليك ولستم شعبا عظيما. ما كنتم شعب عظيم. صارت احتجاجات. النظام نفسه غير واجهته ونحن من هنا لسنا ضد الاحزاب السياسيه لانها احزاب سياسيه بل ضدها لانها دمرت كل احلامنا وطموحاتنا وملأت كل الارقام بالرجاء. عباد البلاد تغفر العباد تعبت ولادي تشوفوا في العباد وجوها تحت ناس ماتت ناس مرضت بالقلب تو ما عادش تفرط في تونس طلبها هبلة تلاقى ما عادش عينها تقرا لأن النظام لم يتغير ولأن المعارضة خذلتها. تعرف علاش خذلتنا؟ أنا كنت تمنياتي أن المعارضة كل مرجعياتها الفكرية ترجع روح. الإسلامي لا يؤمن بالثورة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون والثورة فعل بشر وبالتالي بالنسبة لها هذا حرام انه الشعب يعمل ثورة. يعني رب سبحانه هو اللي اعطاها. القوم يؤمن ان الثورة تقربه من دولة الوحدة. الشيوعي يؤمن بديكتاتورية البروليتاريا ولا البروليتاريا امسكت بزمام الحكم. الثورة هذه هي كذبة داخل المختبرات الامريكية صارت في تركيزيا وفي جورجيا وفي اوكرانيا. الثورة الكلمة الكبيرة هذه هي مفهوم علمي. الماء تسخنوه يوصل 100 درجة يتحول من حالة إلى حالة أخرى من 100 درجة تسمى ثورة. الأحزاب السياسية كذبة وكذبت عن سوء نية طبعا في الغنيمة. نحن لسنا غنيمة. نحن بشر نحس ونتعب ونقرا وعندنا حلم مشترك. احنا على فكرة اقتصادية الدولة التونسية ما تنجمش تخدم أكثر من 30,000 مواطن شغل. خرج بن علي قال 300,000 مواطن شغل. جاء نور الدين البحيري زاد 100,000. خسر فيها حاجة هو زاد 100,000. عملوا لنا كراس كبير قالوا هذا مشروع الحكومة الجاية اللي باش تخدم. أنا لم أرى الحكومة أصلا الحكومة ولا تتظاهر في اللافينيون ضد من لا أعلم. معناها الحكومة مكانها الطبيعي أنها تحت والمعارضين مكانهم الطبيعي أنهم يحتجوا عليها. فجأة وجدنا أن الحكومة تحتج على ما نعرفش شكون. الحكومة تروج نفسها في دور الضحية.
على أساس الناس كل يتأمروا عليها، والمعافى تروج نفسها بتعريفها أنها ضد الآخر. عيب كبير أنه السفير فرنسا يصبح حامي الديمقراطية، حاميها حراميها. عيب كبير أنه السفير الأمريكي يصبح هو اللي يعطي فينا الفيزا تاع احنا ديمقراطيين ولا واحنا نخلصوه كاش. عيب كبير. ليس عليكم ان تعلمونا الديمقراطيه، نحن شعب سيصنع تغييره وحده. نجوى الهمامي صحفيه ومدير جريده 30 دقيقه ونائب رئيس الجمعيه الوطنيه للصحفيين الشبان اللي هي من اتحاد الشباب الديمقراطي. التظاهر هذه هي اول مره تعمل في تونس، لمت الشباب الكل. ما يهمناش في انتمائك شنو، احنا ماناش مع الاقصاء، يعني لا هو علماني هو اسلامي هو خواجي هو ملحد هو مدري شنو، كلنا رانا شباب تونس، احنا مستقبل تونس، احنا نتلموا في اتحاد الشباب الديمقراطي، نعرفوا مشاكلنا شنو، واهل مكه ادرى بشعابها كما يقولوا. من اجتمعنا من مختلف الولايات، الحاضرين تكبدوا عناء المجيء على حسابهم الخاص، صارت برشا عراقيل في الطريق، اعتصامات، يعني سكروا عليهم الطريق مش برشا ما يجيوش، وتشوفوا في الجمع الغفير يعني اللي جاي تبارك الله. رحبنا بالناس الكل، وان شاء الله هذه بدايه لمه الشباب التونسي اللي تستحقوا البلاد هذه. فدينا وتعبنا مسكات، يزينا مسكات، يزينا ما تقمعنا، يزينا، هي شعار التظاهر هذه يزي. علاش يزي؟ يزي من شنو؟ يزي من التهميش، يزي من البطالة، يزي من العنف. يعني تشوفوا احنا في الساحة الاجتماعية السياسية الاقتصادية اليوم كيفاش عايشين. هذا الوقت ما فماش غيره، يلزم شباب تونسي يتلم ويلزم يوحد يده ويكون كلمة واحدة. انا احمد ذوادي، ناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس، وتحملت فيه مسؤوليات سواء في الهيئة الإدارية او في مكاتبه الفيدرالية. حاليا عضو اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الوطني للاتحاد العام لطلبة تونس. بالنسبة لمشروع اتحاد الشباب الديمقراطي التونسي، هذا المشروع كان الفكرة متاعه قديمة، يعني تقريبا في 2004، وكانت مبادرة من الرفيق الراحل محمد طاهر قرقورة في قراءة لطبيعة واقعنا وطبيعة مجتمعنا، انه القوة المحركة لكل الأحداث هي الشباب، لكن هذا الشباب يعاني من التهميش. ليس لديه سوى خياران، إما خيار الانحراف والكحول والمخدرات للهروب من الواقع، أو الخيار السلفي العودة إلى الوراء وإراحة نفسه من عناء التفكير. إذن كيف نبني مشروعا نربي فيه هذا الشباب على التفكير، شباب يؤمن بذاته ولدينا قناعة بأن هذا الشباب مناضل، وأن هذا الشباب وحده القادر على خلق بديل يرضي هذا الشعب. حضوري اليوم كشابة تونسية وكممثلة لجهاز العدالة، احنا في هذه المرحلة الحاسمة الحساسة من تاريخ البلاد لازلنا نمر بأزمات متعددة، من أهمها حسب رأيي هي مشكل استقلال القضاء. عندنا مشكل مؤسسات في تونس، المؤسسات صارت مهددة، الفصل بين السلطات اللي هو أول لبنة في البناء الديمقراطي لم نجد إرادة سياسية فاعلة وواضحة في الاعتراف به قبل الحديث عن تفعيله وتكريسه. لكل الشباب التونسيين أنا معكم في تفعيل بناء الدولة المدنية والدخول وسط الجهات والقرب من المواطن التونسي وسماع كل عنصر من عناصر الشعب هو جد هام في هذه المرحلة، في مرحلة التأسيس لدولة الديمقراطية في البناء الديمقراطي.